على مصباح كهربائي وطاولة لا تتجاوز مترا واحدا، يخرم أبو عمار نقوشه الخشبية بمنشاره الصغير. كبر سنه وقصر نظره لم يمنعه من الاستمرار بهذه الهواية التي عشقها منذ صغره. هوايتي الخط والزخرفة والأعمال اليدوية والتخريم، وتعلمتها من المدرسة من سنة 1958 بالمدرسة بالابتدائية، ولحد الآن أنا ممارسة لهاي الهواية. 66 عاما ولا يزال الرجل السبعيني متمسكا بهوايته التي لم يجني منها مالا سوى هواية، بعدما غطى التراب لون مهنته الترافقة. ممارسة لهاي الهواية صح. أكو طلب عليها لو ما أكو طلب؟ قليل بس بالخارج أكو؟ بالخارج يجون يريدوها. منين؟ من لندن، من أمريكا، من موسكو، من ألمانيا. اجتياح التكنولوجيا على أغلب المهن جعلت من هذه الحرفة البسيطة تندثر تحت ركام التقدم. لا شيء بقى من تلك الحرفة سوى صوت أنينها الخافت. مهدي غريبواني نيوز، بغداد.